أعلن حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب خلفا لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في 27 من سبتمبر الماضي. وكان قاسم يشغل منصب نائب الأمين العام للحزب. متابعة لهذا الموضوع معنا مباشرة من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي عمرو حسين. أستاذ عمرو أهلا وسهلا بك. تحياتي ليك ولمشاهدينا الكرام. كيف يمكن أن يؤثر انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله على سياسات الحزب وعلى مواقفه إزاء إسرائيل؟ بكل تأكيد الحزب تلقى ضربات أليمة منذ 17 من سبتمبر بتفجيرات البيجر، تلاها بعد ذلك اغتيالات القيادات الصفوف العليا، سواء كان الأمين العام السيد حسن نصر الله أو النائب الأمين العام المساعد له هاشم صفي الدين وعلي كركي والمجموعة القيادات من الصف الأول في قيادات حزب الله. إلا أن حزب الله وإيران أرادت أن تكون المرحلة القادمة مرحلة سياسية ويتم فيها حل سياسي، وهي قامت باختيار السيد الشيخ نعيم قاسم لكي يكون الأمين العام الجديد لحزب الله حتى يكون جزءا من الحل السياسي القادم الذي بدأ الخميس الماضي في باريس برعاية الرئيس ماكرون عندما استضاف رئيس الوزراء اللبناني والمجموعة الدولية الداعمة للبنان، وأكد أن هناك يمكن أن يكون دعم اقتصادي للبنان وأن يكون هناك حل سياسي. أهم شيء ما يوجه لبنان حاليا هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. ثانيا تطبيق القرار 1701 وانسحاب حزب الله خلف خطوط الليطاني حتى يكون هناك فرصة لحل سياسي، وهذا ما توافقت عليه الحكومة اللبنانية من خلال تطبيق القرار 1701 على أن تطبق إسرائيل نفس القرار وأن يكون هناك حل سياسي، ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية في طريق الموافقة على ذلك الحل بعد أن صرح بنيامين نتنياهو أمس. طيب أستاذ عمرو، يعني انتخاب نعيم قاسم يأتي في ظل ظرفية صعبة يمر فيها حزب الله الآن، ما هي التحديات التي قد يواجهها نعيم قاسم في ظل الظروف الحالية خاصة مع تواصل الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ التحديات التي يواجهها حزب الله، أول حاجة طبعا استهداف حزب الله المتواصل يوميا خاصة الضاحية الجنوبية في بيروت والتي أدت الاستهداف في البنية الأساسية لحزب الله وقيادات حزب الله. دي أول شيء اللي هو عدم وجود قيادات جاهزة مثل القيادات الأولى اللي هو فؤاد شكر وعلي كركي وحسن نصر الله وهاشم صفي الدين وكل هذه القيادات، القيادات التي كانت يعني منذ بداية مقاومة حزب الله وهي قادرة على صد الهجمات الإسرائيلية وليها خبرات طويلة. الشيء الثاني الذي قابل الشيخ نعيم قاسم هو العملية البرية في لبنان والتي تمتد منذ 4 أسابيع، والجيش الإسرائيلي استخدم فيها 5 فرق عسكرية وخاصة في الخيام، منطقة الخيام في لبنان وعائلة الشعب. هناك قتال عنيف وهناك قتال مستمر، ولكن حزب الله استطاع أن يرد على تلك الضربات بهجمات صاروخية طالت حيفا وتل أبيب الكبرى والنهرية وكريات شمونة. وأيضا حزب الله على الأرض حتى الآن في هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يتوغل إلا عدة كيلومترات أمطار قليلة، ولم يكن هو التوغل البري الكبير بل هو توغل محدود، واستطاع حزب الله حتى اللحظة دي أن يثبت نفسه على الأرض وفي الميدان باستخدام الصواريخ المحمولة على الكتف. طيب صواريخ الكورنيش الآن، يعني باختصار سيد عمر، كيف يمكن أن ينعكس أو تنعكس مسألة اغتيال قيادات بارزة في حزب الله على ديناميكية القيادة داخل الحزب وعلى استراتيجياتها المستقبلية؟ بكل تأكيد اغتيال القيادات أثر كثيرا على حزب الله وأدى ذلك إلى يعني وجود خلل وجود مشاكل كبيرة لحزب الله، ولكن في هذه اللحظات حزب الله
يعني استطاع أن يلملم من جباهه واستطاع أن يقف على رجليه مرة أخرى، بدليل أن الهجمات الصاروخية مستمرة يوميا، بدليل أن حزب الله يستطيع أن يقاوم على الأرض ويقاوم ميدانيا. ولكن هنا الشيء الذي أحب أؤكد عليه، حزب الله في المرحلة القادمة يجب أن يكون دوره سياسيا أكثر منه عسكريا. بكل تأكيد نحن مقبلون على انتخابات أمريكية وسيكون هناك فرصة للتهدئة، فيجب أن يكون لدى حزب الله المرونة في التعامل مع المعطيات الموجودة. أول حاجة انتخاب رئيس لبنان، لبنان منذ أكثر من 3 سنوات ولا ينتخب رئيس بسبب الجزء المعطل، التلت المعطل من قبل حزب الله. مسؤولية حزب الله أن يكون للبنان رئيس يجمع كل اللبنانيين، مسؤولية حزب الله أن يكون هناك دولة لبنانية، أن يكون هناك جيش وطني لبنان، أن تندمج، يعني يمكن أن تندمج قوات حزب الله ضمن الجيش اللبناني، لكن لا يمكن أن يظل حزب الله سلاح شكراً. بعيد عن الدولة أو بعيد عن تدخل الدولة. تحياتي لحضرتك. من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي عمرو حسين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لحضرتك.